الاندياش. بالنسبة لي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بطبيعة الحال نستعين بالإنجازات اللي دارت. نعم. الإنجازات اللي دارت من قبل هاد المركبات اللي داروا ومن قبل أنه التأهيل ديال النسيج الجمعوي. إلا أنه للأسف يسجل بلي أنه تنجزت مجموعة ديال المركبات. هاد المركبات هذه اللي تنجزت في إطار المبادرة اللي بطبيعة الحال فيها فضاءات نسائية، فضاءات للأطفال، فضاءات للشباب، فضاءات للرياضية إلى غير ذلك. لا يتم استثمارها بشكل فلا يعقل انه تلقى 600 مليون في مركب صرفت عليه 600 مليون ولكن يعيش فراغ تشريعي، من يسير هذا المركب؟ واش تسير الجماعه ولا تسير العماله؟ لحد الان كاين هذا المشكل هذا. ولهذا كيعين المسير دابا الرئيس كيعين مديرين، ولكن لحد الان الاصلاح ديال داك المركب والتسيير ديالو وكيفاش يتسيير والاطار القانوني اللي يتسيير به كاين فراغ على اعتبار انه المديرين كيمكن جمعيه في اطار الحسابات السياسيه تكون مواليه لهذا او ذاك، ذاك المدير يجريو عليه نظرا لانه هذا الموظف لان ديك الجمعيه مواليه لهذا المستشار او ذاك. ايضا تغيب فيه واحد الرؤيه الاستراتيجيه للعمل، لا يعقل واحد البدايات من ذلك اللي كنكون شفتوها من هذاك الطراز الرفيع ومصروف عليها فلوس وما عندهاش ميزانيه ديال اصلاحها الى وقعت بحال. ايضا راح نسال اللي نشيل لها ان مجموعه ديال زونتربرونور التاخير اللي كيوقع بينا ومن كيقرر التدشين ديالهم كيبقى جري عليك في التدشين، جري عليك يعني في الساعه خصنا نكملوا دغيا، انت اللي كديرها فوات خطيره لا في الجليج ولا في هذا، ولهذا غير كطيح شويه ديال الشتاء كتلقى كل شيء كيتقلع. عطينا امثله. والمثال ديال النهضه، الا بغيتوا تشوفوا النهضه وليميتيتي اللي فيه الى غير ذلك، كان كتلقى بحال لي تيران ديال السبور طيح واحد 10 ملم ولا 20 ملم كتلقاهم عامرين بالماء. التيران اللي مزفت وكذا من كتشوفو يغريك الناظر ديالو، ولكن جيب واحد جوج سطوره ديال الماء ورميهم تما الماء يبقى تما يعني 3 ايام 4 ايام الناس ما تلعبش الكره، الناس ما ديرش. ولهذا المعايير اللي كتنجز بها هي معايير ايجابيه جدا، ولكن للاسف بحال الامال كتلقى فيه من طيح الشتاء كيبقى الملعب عامر كانه بركه مائيه. هذا السبب شنو هو؟ السبب ما كاينش المتابعه في الانجاز ديال هاد المقاولين، لان المقاولين يسعون الى الربح السريع والى انهم يكملوا دغيا الربح السريع. هذا جانب اخر. الجمعيات اللي كتسير هاد المركبات ماشي كتسير المركبات، وانما اللي كتنشد المركبات كتعتبرها بلي انها مركبات ديالها، وبالتالي ينقصها التأهيل ديال هاد الجمعيات هذه. ايضا خصنا الطاقم البشري، وفي هذا الاطار هذا الطاقم البشري انا كنقترح هاد الطاقم البشري اللي راه يجلس في القهوي، هاد الاطر اللي كيتجلس في القهاوي هي اللي خصها تتأهل باش تمشي تسير هاد المركبات. لا يعقل مركب كيمشي مدير تما يسيرو بوحدو ليل نهار كيسبت كيلحد كأيام الاسبوع. وانا التجربه ديالي في الامام طبعا بحال.